واحد بيقول في ايام الصوم الانقطاعي كيومي الاربعاء والجمعة وايام الصوم المقدس، هل يجوز الصيام دون التناول من الاسرار المقدسة؟ لا طبعا، دي حاجة ودي حاجة، تصوم والتناول منين ما يكون عندك فرصة. واحد يقول ارجو ان تدعو لي لاني ضعيف امام الخطيه، كل ما توب ارجع تاني. ربنا يساعدك، بس انت لازم تبعد عن اسباب الخطيه وتقوي حياتك الروحيه.